شكرا جزيلا من دولة رئيس الوزراء. أنا بس أقول جملة قصيرة جدا. الحقيقة أنه السيد رئيس الجمهورية لما كلف السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء بهذا المؤتمر في إفطار الأسرة المصرية لم يكن منفصلا عن دعوة أخرى وهي الحوار الوطني. الاثنين يؤدوا إلى معنى واحد وأننا شركاء في هذا البلد، وإنه هذه الشفافية اللي بنتحدث بها الآن، وأنا بقول لحضراتكم هذا المؤتمر مذاع الآن على الهواء، والمصريون يرون كل شيء وحضراتكم ترون كل شيء، والأسئلة ستكون أيضا على الهواء لأنه ليس لدينا ما نخفيه في هذا البلد. الحوار الوطني هو تشارك بين المصريين، ما فعل ويفعله دولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء هو إعلان واضح للعالم ما يجري. جمل قصيرة، يحضر معنا اليوم 25 وسيلة إعلام أجنبية تتحدث 9 لغات، 60 زميل من المراسلين الأجانب، وعشرات طبعا من زملائنا المصريين. نفتح بعد باب الأسئلة بعد إذنك دولة رئيس الوزراء. وأرجو التقديم، كل واحد يقدم بس نفسه عشان ولا يعني نختصر قليل. أنا محمد حميدة من بي بي سي عربي. السؤال لمعالي رئيس الوزراء حوالين الفيدرالي الأمريكي في الفترة اللي جاية، أعلن أنه سوف يكون هناك ارتفاعات متتالية حتى نهاية العام تصل إلى 2 أو 3% في بنوك مركزية في العالم كله بدأت ترفع سعر الفايدة. هل الحكومة المصرية سوف تتبع نفس السياسة برفع الفائدة مرة أخرى ربما أو مرات متتالية حتى نهاية العام لتلاحق هذا الموضوع؟ وسؤال آخر خاص بقرار الهند الأخير بمنع تصدير القمح، ماذا ستفعل الحكومة المصرية وهي تاني أكبر دولة تصدر القمح للعالم؟ شكرا. حتى هنجمع كل 5 أسئلة بعدين دولة الرئيس ونجاوب عليهم. اتفضل. اتفضل. بعد على طول ما تقلقش. محمود مطوع صدى البلد. هي الصناعة يا فندم يعني الحكومة اتخذت فيها شوت كبير جدا وهي الأمل والمستقبل، فإيه هي رؤية الحكومة للنهوض بالصناعة؟ دي حاجة. وتاني حاجة، حضرتك عرضت دلوقتي العديد من المستهدفات الطموحة للحكومة، هل يوجد آليات لمتابعة تنفيذ المستهدفات اللي حضرتك عرضتها؟ شكرا أستاذ محمود. اتفضل حضرتك. ياسين الجوهري، سكاي نيوز عربية. الحقيقة سؤالي لمعالي رئيس الوزراء عن المفاوضات مع IMF صندوق النقد الدولي، إلى أين وصلت؟ وكمان حجم التمويل اللي بتستهدفه الدولة من الصندوق خلال الفترة اللي جاية. شكرا. شكرا. زميلتنا تفضلي. هناخد كل الأسئلة يا جماعة ما تقلقوش. مساء الخير، ندى عبد السلام، CNBC عربية. أنا عندي بس كام سؤال. أول حاجة، في وسط الأزمات اللي حضرتك تحدثت عنها وخطة الحكومة المصرية للتعامل مع الأزمة، بيبقى فيه دايما فرص موجودة، يعني دايما الحديث على فرص مصر في تصدير الغاز، هل ده بدأ بالفعل ولا لا؟ تصدير الغاز وإحلال الغاز المصري محل الغاز الروسي، ده أول سؤال. السؤال الثاني، حضرتك تحدثت على تخارج الاستثمار الأجنبي الغير مباشر أو الهوت ماني، لو في رقم محدد لأن حضرتك ما ذكرتوش، وأيضا رقم الدعم العربي المصري، يعني شفنا وديعة سعودية وما إلى ذلك وشركات إماراتية، أو يعني شراء حصص من شركات مصرية من قبل استثمار إماراتي، ولكن إجمالي الرقم اللي دخل قد إيه الفترة الماضية؟ أيضا القمح في مشروع موازنة العام المالي القادم، مصر بتستهدف الوصول ل 65% إنتاج حتى عام 2025، ممكن تحقق مصر اكتفاء ذاتي من القمح ويكون امتى؟ يعني يكون سنة كام؟ كمان معالي رئيس الوزراء، كنت حضرتك تحدثت قبل كده بيان صحفي على فكرة الاستثمار المؤسسي الحكومي ان هيتم زيادته في البورصة المصرية من ضمن اجراءات تنشيط البورصة المصرية، بس حضرتك ما تطرقتش ليه الان. الاستثمار الحكومي هيكون شكل ايه؟ يعني هل ممكن نشوف صندوق بيجمع كل الجهات الحكومية وهو ده اللي بيواجه استثمارات في البورصة المصرية، الحكومات الاستثمار الحكومي، أم كل جهة هتبقى ليها شكل محدد؟ يعني الشكل النهائي للاستثمار الحكومي هيكون إزاي؟ شكرا دولة. شكرا الزميل حضرتك اللي جنبك. هنرجع يا جماعة ما تقلقوش. شكرا. كمال ريان، قناة دي ام سي. انا بس حضرتك سيادة رئيس الوزراء، طبعا يعني السياسات الحكومية كلنا طبعا
متابعين، والحقيقه اجراءات هامه جدا، لكن دائما يا فندم بيبقى التحدي هو في التنفيذ على ارض الواقع، وده طبعا مش من الحكومه لكن من الدوله العميقه او الموظفين. وهنا بتكلم عن الاصلاح الاداري والاصلاح الهيكلي، ولان طبعا بتبقى فيه يعني شكاوى من ان الاجراءات اللي بتتخذها الحكومه على ما بتوصل للمستثمر خاصه في الاقاليم يمكن بتواجه عوائق بيروقراطيه، يمكن الحكومه ما بتكونش هي الوضع العوائق دي. فهتكلم عن حته التنفيذ يا فندم والدوله العميقه وتدريب الموظفين والاصلاح الهيكلي، ده مهم ان احنا نلقي عليه الضوء في اطار هذه الاجراءات المهمه اللي اعلنت عنها الحكومه. طب نرجع الناحيه دي، اتفضل حضرتك والاستاذه بعدك. مؤمن عطله، جريده اخبار اليوم. معالي رئيس الوزراء، مصر حققت يعني انجازات ضخمه خلال الفتره القادمه، يعني تصل لدرجه الاعجاز اللي حصل في العالمين، اللي حصل في العاصمه الاداريه الجديده، يعني الدوله فعلا بتشتغل شغل جاد خلال الفتره الماضيه. السؤال يا فندم، هي المشكله الوحيده في الدوله دلوقتي الاسعار، كيف سنواجه الاسعار ونضبطها خلال الفتره القادمه؟ وشكرا. شكرا. الاستاذه قدامك، اتفضلي. منى عبد القادر، وكاله انباء الشرق الاوسط. دلوقتي الحكومه بدات تطرح سندات لتنوع مصادر ادوات الدين بنحو 500 مليون دولار في اليابان، وفي مشاورات دلوقتي اللي احنا هنبتدي برضو مع الصين. فهل في يعني امكانيه برضو اللي احنا نطرح سندات في اسواق دوليه ثانيه ولا لا؟ وتاني حاجه، بالنسبه للمشروعات التنميه اللي احنا بنعملها الفتره الحاليه، فهل في ظل الازمه دي مثلا هيبقى في اولويه للمشروعات عن مشروعات ثانيه ولا لا؟ وحياه كريمه، هل هتستمر بنفس النهج بتاعها بنفس معدل المشروعات، ولا هيبقى فيها مثلا تباطؤ او حاجه زي كده؟ واخر حاجه، بالنسبه للحكومه اعلنت اللي هي هتبقى فيه الفتره الجايه تخارج من الحكومه لبعض القطاعات الاقتصاديه، فهل ده ممكن يبقى فيه سن التخوف اللي يبقى فيه احتكار لبعض القطاعات في القطاع الخاص ولا؟ شكرا. هناخد سؤالين من الناحيه دي ونقف ونكمل الجوله اللي بعدها. الميكروفون لو سمحت اللي ورا خالص. حضرتك حضرتك اللي على الطرف. اتفضل. وانت بعده حاضر، ما تقلقش. شكرا جزيلا. انا احمد حسين، قناه الحره. وفقا لعرض معالي دوله رئيس الوزراء، فان الحكومه بتستهدف خفض الدين العام 10% خلال الاربع سنوات المقبله. هل هذا يعني ان الحكومه ستقلل من اتجاهها للاقتراض؟ وهل هذه الخطه ايضا تشمل ترشيد النفقات الحكوميه؟ هل هناك خطه لترشيد النفقات الحكومية؟ شكرا. اللي جنب حضرتك، وده اخر سؤال في الجولة. دولة رئيس الوزراء. مصطفى عبد الفتاح، قطاع الاخبار التلفزيون المصري. معالي دولة رئيس الوزراء، حضرتك ذكرت ان الحكومة قامت في الفترة الاخيرة بضخ 130 مليار جنيه، وذلك لتخفيض الاعباء على المواطن المصري. وايضا من ضمن السيناريوهات المتوقعة هو الامد الزمني للازمة الروسية الاوكرانية سيمتد الى مدة غير معلومة، وبالتالي سيكون هناك اجراءات اخرى لتخفيض نسبة الانفاق وترشيد الانفاق خلال الفترة القادمة. كيف ستعمل الحكومة على تحقيق هذا التوازن خلال هذه الفترة؟ دولة رئيس الوزراء، اتفضل حضرتك. والسيادة الوزراء بقى يعني طبعا عايزين خمس ساعات. هي واقعيا مش خمس أسئلة، هم كل يعني زميل سأل سؤالين ثلاثة، فيعني أنا هحاول مع يعني سريعا أدي رسائل سريعة. بالنسبة لأول سؤال، في ضوء التحرك اللي أطلقه البنك الفيدرالي، وهل إحنا متوقع أن يعني الموضوع ده يرتبط؟ الموضوع ده يعني طبعا في الأول وفي الأخير هي سياسة نقدية، والبنك المركزي المصري هو من خلال لجنة السياسة النقدية هم اللي بالتأكيد بيخططوا وبيروا في ضوء الأوضاع كيف يمكن التحرك في هذا الموضوع. لكن هناك بالتأكيد معيار التضخم اللي بيحصل، وبالتالي يعني لازم نبقى عاملين حسابنا ان من الوارد يحصل زيادات في أسعار الفايدة، قيمتها وتوقيتاتها دي خاضعة بالكامل لتقدير وتقييم البنك المركزي المصري. لكن احنا في حساباتنا كحكومة حاطين لنفسنا مدى معين في موازنة العام القادم عشان نشوف نقدر نتحرك ازاي، اخذا في الاعتبار هذا الموضوع. وده جزء من الرد، انتوا هتخططوا ازاي للفترة الجاية؟ برضو حاطين لنفسنا هامش علشان نقدر نناور في اطار التوقعات اللي هتحصل في هذا الموضوع.
بالنسبة لمنع تصدير القمح من الهند والهند خدته، احنا يعني الحقيقة يمكن ومعالي وزير الزراعة كان ممكن يقول احنا يعني الهند ما كانتش من الدول بس أزلك بس يعني الهند طلع القرار خارج الاتفاقات الحكومية والتعاقدات التي تم، فالهند احنا بنتكلم معاه كاتفاقات حكومية، فالقرار اللي طلع من الهند لا يسري على الحكومات ومنها حكومة جمهورية مصر العربية. بس عشان عايز أأكد ان احنا فكرنا في الهند كبديل لاحتمال تناقص كميات القمح اللي بتجيلنا من روسيا وأوكرانيا، ومعالي وزير الزراعة هيقول لحضراتكم احنا اتحركنا ازاي مع الهند. شكرا فندم. هو طبعا وفقا للإجراءات الاستباقية اللي بتتخذها الدولة المصرية، يمكن كان توجيه دولة رئيس الوزراء ان احنا نبحث عن اسواق جديدة وننوع الشركاء التجاريين. احنا فعلا بدأنا في التحرك ناحية الهند في الفترة سريعة جدا، وبعتنا زملائنا تحليل المخاطر في دولة الهند وتم اعتمادها كمنشأ. احنا بقى عندنا حاليا 22 منشأ معتمد لاستيراد القمح، يعني عندنا الشركاء التجاريين، وده احد المحاور المهمة ان احنا نبدأ نلجأ الى اخرى. وبالفعل يعني يمكن واحنا بنتكلم مع حضراتكم في شحنة حاليا موجودة بيتم تحميلها من الهند، وزملائنا من قطاع الزراعة والحجر الزراعي موجودين هناك حوالي 60,000 طن. وزي ما قال معالي وزير التموين، هذا القرار لا يسري علينا كدولة مصرية مستثناة من هذا القرار، واحنا مستمرين في هذا الامر. لو يسمح لي دولة الرئيس اضيف بس حتة مرتبطة بالاكتفاء الذاتي بالمرة بقى، عشان موضوع الهند الزميلة ندى اللي تحدثت عن ان احنا بنستهدف ان احنا نحقق اكتفاء ذاتي من القمح في 2025. طبعا الدولة المصرية بتعمل على محاور متعددة لرفع نسبة الاكتفاء، والعالم كله برضو ارجو ان انا اشير في الاعتبار ان العالم كله بيؤمن بسياسة الامن الغذائي النسبي وليس الامن الغذائي المطلق، وهو تعظيم القيمة التنافسية اللي بتتمتع بها الدول، وفي نفس الوقت حركة التجارة الدولية. احنا عندنا محورين رئيسيين، وهو محور التوسع الافقي زي ما قال دولة الرئيس، عندنا مشروعات قومية كبيرة في زيادة الرقعة الزراعية للتغلب وتعويض النقص نتيجة التعدي على الأرض الزراعية والزحف العمراني، عندنا مشروعات كبيرة زي ما قال دولة الرئيس في تنمية شمال وسط سيناء، الريف المصري، الدلتا الجديدة العملاق، تشكى الخير، دي كلها مساحات إن شاء الله لما تدخل بالكامل حيز تنفيذ هتؤدي إلى رفع نسبة المساحة المنزرعة القمح. المحور الثاني اللي برضو بنركز عليه وبرضو ناخده في الاعتبار مع محدودية الأرض والمية، لأن هيبقى في نهاية الموارد الطبيعية لا حدود، يعني نهايتها دي بقى لها حدود في ظل الموارد المتاحة، وهو التوسع الرأسي. احنا بالمناسبة أعلى من أعلى الدول في إنتاجية وحدة الفدان بالنسبة للقمح. احنا بيصل إنتاجية الفدان متوسط إنتاجية حاليا حوالي 2.8 طن، يعني حوالي 19 إلى 20 أرداب، المتوسط العالمي قد يصل إلى 1.5 طن، وبالتالي ده جهد للدولة المصرية في هذا المجال. فاحنا في إطار التوسع الأفقي التوسع الرأسي هنصل إن شاء الله إلى التحقيق نسبة 65 ونزيد، فيما لو تم إن شاء الله. يعني الزيادة السكانية بتأثر بدرجة كبيرة على هذه المحاور، نأمل إن احنا نعالج لها مشاكل في الفترة القريبة. شكرا دولة الرئيس. بالنسبة يمكن للسؤال الخاص بالصناعة، أعتقد احنا عرضنا رؤية كاملة ازاي هنتحرك في مجال الصناعة بمستهدفات وكآلية متابعة لتنفيذ هذه الخطة. احنا هنراجع، احنا أعلننا أرقام واضحة جدا، كل 3 أشهر هنطلع ونتكلم ونشوف متابعتنا لهذه الأرقام والمستهدفات إيه، لو في حاجة متأخرة هنتعامل معها إزاي. ولكن إحنا الحقيقة كمجموعة مصغرة جوة الوزارة وجوة الحكومة هنكون بنتابع بصورة أسبوعية وصورة شهرية الموقف التنفيذي، ولكن كل 3 أشهر هنعمل تقارير بالإنجاز اللي بيتعمل. بالنسبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وده كان سؤال مهم، أنا عايز أقول لحضراتكم ويمكن أنا كنت قلت هذا الكلام قبل كده، احنا لم نتوقف من التفاوض مع الصندوق. احنا البرنامج بتاعنا اللي يعتبر من انجح البرامج تبقى لشهادة الصندوق اللي خلص وكان جزء اللي مكمل بعد ازمة كورونا وانتهى في يونيو الماضي ويونيو 21، والزملاء يؤكدوا لي، بدأنا على طول بعدها التفاوض مع الصندوق على برنامج جديد، والبرنامج الجديد كان اساسه هو دعم فني فقط، لان لم نكن فيه هناك احتياج للجزء المالي لان اقتصاد المصري كان بيتحرك. لكن مع الضغوط الكبيرة اللي حصلت بسبب موجة التضخم ومع الازمة الروسية الاوكرانية، بقينا بنتكلم حاليا مع الصندوق على
ان يبقى في مكون تمويلي ايضا ضمن البرنامج. النهاردة النقاش فيه تفاوض قائم من خلال وزارة المالية والبنك المركزي بالفعل مع الصندوق، وبنتحرك فيه بخطوات جيدة جدا جدا، وان شاء الله محطوط مدى زمني في خلال بضعة اشهر اقل من يعني فترة زمنية، بس انا مش عايز استبق الاحداث، ولكن في خلال شهور قليلة جدا هيكون البرنامج قيد التنفيذ في خلال الفترة الجاية، وشغالين مع الصندوق طبقا للاجراءات، ومتوقع ان يبقى ان شاء الله في تبدأ الزيارات الرسمية للتوافق على البرنامج بصورته التفصيلية. بالنسبة لتصدير الغاز، احنا بالفعل ضمن خطة ويعني منتدى غاز شرق المتوسط، وان مصر تبقى هي المركز لهذا الموضوع. النهاردة بقى مصر بتصدر جزء من الانتاج الغاز بتاعها، وفي نفس الوقت بتستقبل الغاز من الدول المجاورة، وبيتعمل له قيمة مضافة من عملية إسالة وإعادة ضخ في الشبكات للتصدير. فخطتنا الفترة الجاية وتكلمنا فعلا مع المفوضية الأوروبية ان اي فوائد هتبقى موجودة وتبقى لتقديراتنا هتبقى بتوجه في عملية زيادة عملية التصدير في خلال الفترة الجاية، ويمكن اتكلم معنا الاتحاد الاوروبي بصورة مباشرة انه يرغبوا ان كل يوم هم الاولوية في كل يعني الصفقات ان شاء الله في خلال الفترة القادمة. بالنسبة لسؤال الهوت ماني وان حجم الخروج كان قد ايه، اللي قدر يمكن وده تبقى لأرقام رسمية ما يقرب من 20 مليار دولار خرجوا من بداية العام بسبب تداعيات الأزمة، وما قبل الأزمة لما ابتدى البنك الفيدرالي يرفع الفايدة بتاعته وابتدى يحصل هذا الموضوع. في المقابل احنا نجحنا كدولة مصرية في يعني وجود حزمة من الاستثمارات والودائع من الدول العربية، وهنا بأكد ان كمان جزء منها ليس بالقليل كان استثمارات في حدود ما يقرب من 12. فاحنا النهاردة حتى كلامنا مع اشقائنا في الخليج ان جزء اكبر من هذه الاستثمارات الودائع ايضا حيترجم او حيحول الى استثمارات في الفترة القادمة، عشان ما يبقاش زيادة على رقم الدين الخارجي، بالعكس هنبقى بنشتغل معاهم وفعلا بالفعل شغالين من خلال الصندوق السيادي المصري على ان جزء من هذه الودائع يتحول الى استثمارات مباشرة ان شاء الله. القمح معالي الوزير اشار اليه. بالنسبة لي موضوع سؤال الدولة العميقة والتحديات البيروقراطية، وخلينا نتكلم بمنتهى الامانة ووضوح، ده جزء من تحديات الدولة في اطار عايز اقولها بصراحة هيكل اداري ضخم جدا ومتضخم على مدار 50-60 سنة. احنا عايزين ان قوامه احنا كاحتياج للدولة، لو احنا بنتكلم كناحية معيار كفاءة وادارة، لا نحتاج اكتر من 30% من الهيكل الاداري اللي موجود. وبالتالي ومع ذلك اللي احنا بنعمله النهاردة خطة واضحة جدا ازاي نتعامل رفع كفاءة العاملين، الاهم الميكنة والتحول الرقمي. كل ما بقدر ان انا اقلل من الاحتكاك المباشر ما بين المواطن والموظف، كل ما ده بيسهم في الاسراع بتيسير الاجراءات ويقلل من يعني احتمالات ان يكون في شبهة فساد. احنا النهاردة واصلين مع نهاية هذا العام هيبقى عندنا ما يقرب من 150 خدمة هتبقى نقدر ان احنا نعملها من الكترونية من غير الاحتكاك المباشر، وحنتوسع في هذا الموضوع في الفترة القادمة. الاسعار وضبط الاسعار تاني، انا عايز اقول لحضراتكم وخلينا واقعيين، بتحصل زيادات، لازم هتحصل زيادات غصب عننا لان الاسعار برة بتزيد، الاسعار زي ما وردت لحضراتكم بيحصل تضاعف، لكن احنا كمبدأنا كدولة كيف نستوعب جزء من هذه الزيادات من خلال الاحتياطيات اللي احنا رصدناها لهذا الموضوع ونمرر الجزء على المواطن. فهذا الموضوع احنا اللي بنقدر نعمله النهاردة من خلال جهاز حماية المنافسة وحماية المستهلك ومع المحافظين، ان احنا نفعل عملية منظومة المراقبة على الاسواق، وان احنا بقدر امكان ما يكونش فيه هناك اي نوع من المغالاة في اي زيادات، وبنقدر نتحرك. لكن الاهم طول ما قادرين، وده توجيهات سيادة الرئيس،
طول ما المنافذ التابعة للدولة بتوفر السلع بكميات كبيرة، وده اللي حصل الحمد لله في رمضان، ده لوحده بيبقى أداة ضبط للسوق إن شاء الله. بالنسبة لأولويات المشروعات القومية، بالتأكيد مشروع زي حياة كريمة ده أولوية قصوى ومستمرين فيه بقوة، وليس هو المشكلة عملية تمويل. خلينا نتكلم، المشكلة الحقيقية اللي بتواجهنا النهاردة هو المواد الخام ومستلزمات الانتاج لهذه المشروعات. احنا عندنا مشكلة مثلا في مواد خام زي البي في سي اللي بيدخل في كل المواسير اللي بتتعامل، دي أزمة عالمية. أزمة المايكرو شيبس اللي داخلة في كل الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية، فاللي بيعطل مصر زي كل دول العالم جزء من سلسلة الإمداد العالمية اللي فيها اضطراب ونقص في توافر المواد الخام. لكن احنا كدولة في خطة تقشف، الأولوية هو لمشروعات القومية، لأن زي ما عرضت حضراتكم لولا هذه المشروعات يعني معلش ما كانش بقى الوضع اللي احنا بقينا موجودين فيه. حجم فرص العمل اللي بتخلقه، الأهم بتوفر الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري، وبالتالي احنا مستمرين في الانفاق على المشروعات القومية طبقا للموازنة اللي احنا حاطينها. احنا في حوكمة للموازنة، واضح تماما باب الاستثمارات حجمه قد ايه واعباءه ايه، وبنشتغل في هذا الاطار علشان نضمن الدفع بهذه المشروعات اللي كلها هي طلبات للمواطن المصري. خطة الترشيد موجودة واعلنت، وحنستمر فيها في بنود كثيرة جدا في خلال المرحلة القادمة بإذن الله. طيب انا بس حدي الفرصة بعد اذنكم، الوكالات عندنا 4 وكالات او 5 من كبار وكالات العالم وموجودين معانا ومزملائنا مصريين برضو، فببدأ وكالة رويترز. تفضل. مساء الخير، سارة صفتي من وكالة انباء رويترز. انا كنت عايزة اعرف لو هل في اتفاقات لشراء القمح خارج نطاق المناقصات، وهل يعني government to government deal whether بقى كانت مع الهند او بلاد اخرى. شكرا. شكرا. الاسوشيتد بريس، الزميل مصور فقط. طيب وكالة سبوتنيك الروسية، تفضلي. مساء الخير، سلمى من وكالة سبوتنيك الروسية. كنا عايزين نسأل عن القمح الروسي، انه كان في كلام عن سفن قمح بتأتي بشكل غير متفق عليه. السفارة الأوكرانية أثارت هذا الموضوع، فكنا عايزين نعرف ايه الموقف هيكون مع القمح الروسي في الفترة المقبلة. بلومبرج، اتفضل. الميكروفون جاي لحضرتك. هو بس كان سؤال، هل تستطيع مصر او الاجراءات الخاصه بان هي من الممكن تعوض عمليات خروج رؤوس الاموال الاجنبيه خلال الفتره الماضيه؟ يعني حضرتك ذكرت ايضا ان من الشراكه مع القطاع الخاص 10 مليار دولار سنويا تقريبا، انتوا بتستهدفوها السنة دي 15 مليار دولار. هل متوقعين يعني، او حضرتك قلت ان احنا حددناهم تقريبا، يعني هل هم يعني اسمهم مؤكدين للاستثمار في السوق المصري؟ شكرا. شكرا حضرتك. نرجع بقى، اتفضل حضرتك. حاضر. صارت منصور من وكالة نوفا الإيطالية. كنت أسأل معالي رئيس الوزراء، هل لدى حضرتك رسالة معينة إلى المستثمر الإيطالي؟ الموضوع الثاني وهو هل في تأثر للمشروعات الروسية التي كان متفق عليها في مصر بسبب القيود أو العقوبات الغربية؟ شكرا لحضرتك. شكرا حضرتك، وبعدك الأستاذ وحنمشي كده. حاضر.
رامي سعد، راديو مصر، قطاع الأخبار. كنت عاوز أسأل، بعد موافقة البرلمان على قانون السكوك السيادية، يعني نعرف من حضرتك موعد طرح هذه السكوك. ثانيا، حضرتك تكلمت يا فندم عن المشروعات القومية وتنفيذها، وأن احنا متأثرين بزيادة الأسعار. يعني عايزين حضرتك برضو توضح لنا تأثير زيادة الأسعار ديت على مدد التنفيذ أو الجدول الزمني للتنفيذ هذه المشروعات. الأستاذ قدامك. هند مختار، اليوم السابع. كنت عايز أسأل إن هو مع كل إنجاز تعمله الدولة المصرية بيبقى فيه شائعات، وكان من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، كان فيه شائعات متداولة مؤخرا إن فيه مشروعات توقفت بسبب وجود أزمة في التمويل بتاعها، فكنت عايز أعرف رد حضرتك على الموضوع ده. تاني حاجة، لو وثيقة سياسة ملكية الدولة إزاي هتقدر تفيد المستثمر سواء المصري أو الأجنبي، وتساعده في ظل الإجراءات اللي بتقوم بها الدولة في الاقتصاد المصري. شكرا. جارك على طول، وهنرجع بعد كده شمال. عوض الغنام، مراسل اكسترا نيوز. تحياتي لحضرتك اولا رئيس دوله رئيس الوزراء. السؤال المباشر حول التعاون او العلاقه اللي بتجمعكم كحكومه مع البنك المركزي لوضع السياسات الماليه في ظل الظروف الراهنه، وعاوز تفسير لحضرتك، معرفش هو السؤال يستحق ان اساله لحضرتك او محافظ البنك المركزي، عما قيل عن زياده الاحتياطي بالنسبه للذهب في البنك المركزي، ورساله ده ايه؟ هل بيعطي مزيد من الثقه لمؤسسات التمويل الدوليه وزياده في زياده مزيد من الثقه في الاقتصاد القومي؟ سؤالي الاخر، كان عدد او ربما احد نواب اعضاء مجلس النواب تحدث وطلب حكومتكم بضروره تاجيل وليس يعني توقف المشروعات القوميه، رد حضرتك على هذا الامر؟ هل هناك جدول الزمن لهذه المشروعات القومية وأولويات هذه المشروعات القومية، وفي القلب منها بطبيعة الحال العاصمة الإدارية، المشروع القومي الأضخم في مصر؟ شكرا. فيك الناحية الثانية أصدعوها بعد إذنك الزملاء. أستاذ وليد، أستاذين جنب بعضكم، تفضل. تفضل. السلام عليكم. طيب. منصور كامل الأخبار. معالي دولة رئيس الوزراء، كان الحكومة أعلنت في وقت سابق ومنذ يعني سنوات عن برنامج طروحات، وأعلنت عن مدة زمنية معينة لتنفيذ هذا البرنامج، ولكن طبعا احنا وفقا للظروف المستجدات العالمية لم نرى تنفيذ هذا البرنامج. هل ترى سيادتك انه هذا الوقت هو المثالي لتطبيق هذا البرنامج للتخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة؟ كمان حضرتك أشرت الى انه فيما يتعلق مثلا بالفنادق التاريخية المملوكة للدولة، هناك عن خطة للتخارج منها او طرحها في البورصة. هل الدولة يعني بتعيد سياستها تجاه ملكية هذه الفنادق اللي هي تابعة بالفعل لإحدى الشركات اللي هي تابعة لشركة القبضة للسياحة والسينما؟ السؤال الثاني فيما يتعلق بموضوع الرقابة وضبط الأسواق، احنا عندنا العديد من الأجهزة المعنية بأداء أو مراقبة الأسواق زي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، أو حتى مباحث التموين. هل احنا لدينا توجه بأننا ننشئ جهاز واحد لضبط عملية الأسواق ومساعدة وزارة التموين بعد كده للأداء دور المنظم والمراقب للسوق، بدل منها تقوم بهذه الأدوار وتبعية هذه الأجهزة لها؟ او معلش لا مش معلي انا اللي معلش. طيب شكرا. لجارك على طول. حسن ابو خزيم، روز الوسف. يا فندم، دلوقتي يمكن ما تم عرضه طبعا اليوم ده يعتبر يعني ثوره حكوميه بالنسبه لي، الاجراءات اللي هي اخذتها الحكومه خلال الفتره الماضيه بالنسبه للقطاع الخاص، ولكن على القطاع الخاص طبعا هو الفرصه الذهبيه امامنا دلوقتي. هل ممكن يبقى في مؤتمر خاص بالقطاع الخاص يشرح له كل هذه الاجراءات؟ الامر الاخر، يمكن بعض المواطنين بيطالبوا، وانا عارف ان حضرتك يعني فتحت هذا الامر اكثر من مره، للتصالحات في المباني المخلفه، هل هذا الامر يحتاج الى تعديل تشريعي؟ وخاصه ان حضرتك احنا بس اتمنى من الزملاء، احنا مؤتمر له عنوان عريض. نعم. فنركز على العنوان العريض لان ده خارج الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. شكرا يا ريس. شكرا. طب انا بسال بس بزملائنا من اسيا، كان موجود عندنا اساهي تلفزيون وصحيفه، وعندنا ايضا سي جي تي ان من الصين. قدم نفسك حضرتك. وائل الشيخ، جريدة أساهي اليابانية. اتفضل. كان سؤالي طبعا مع دولة رئيس الوزراء تطرق لخطة الحكومة لزيادة الرقعة الزراعية ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وطبعا هيخص ده أمن مصر المائي، فكنا عايزين نعرف الجديد بشأن ملف سد النهضة. سي جي تي ان الزميل. اتفضل. فهيمة أحمد، قناة العربية. العربية. طيب ماشي. أنا كنت عايز أسأل على سياسات البنك المركزي المصري. خلال الفترة اللي فاتت المستثمرين تعرضوا لضغوط كبيرة جدا نتيجة القرارات، واضح إن مفيش توافق مع الحكومة عليها.
وكانت نتيجتها التراجع عن قرار الاعتمادات المستندية والعودة للمستندات التحصيل. حاجة تانية من العوامل الرئيسية اللي بتمنع أي مستثمر يدخل برضو أو بتعرق للاستثمار الأجنبي عدم وضوح الرؤية بالنسبة لسعر الصرف. بيحصل إن إحنا بنثبت سعر الصرف لفترة طويلة وفجأة بيتغير سعره. إيه الضامن للمستثمر في الحالات دي؟ شكرا. فضل حضرتك واللي وراك. واحد فيكم يبتدي. تفضل يا استاذ محمد ابراهيم جريد دستور. كنت عايز اسال سيادتك دوله رئيس الوزراء بدايه تنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي كان بيستهدف مضاعفه الرقعه المأهولة بالسكان في مصر من حوالي 5.6% او 6% ل 12 او 13%. اعتقد ان احنا حاليا تخطينا النسبه دي. فهل سيادتك الفتره المقبله هتشهد توقف التوسع في انشاء المجتمعات العمرانيه الجديده وتخصيص وانتقال المخصصات لهذه المدن في استثمارات اخرى مثل الزراعه والصناعه واشياء اخرى؟ سؤال اخر واخير اتفضل. هل في امكانيه لوجود صندوق مصري مستقل يدير طروحات الحكومه في البورصه؟ وهل في امكانيه تخفيف اعباء ضريبيه وقانونيه في البورصه مثل ضريبه الارباح الراسماليه؟ شكرا يا فندم. شكرا. اخر سؤال لحضرتك وبعدك الاستاذ احمد عثمان. اخر سؤال محمد الوقت. جمال قناه تن تي في. دوله رئيس الوزراء 20 مليار دولار حجم الاموال الساخنه التي خرجت من السوق المصري، هل لدى الحكومه خطه لاستعاده هذه الاموال الى السوق المصري مره اخرى؟ شكرا. طب عشان الاستاذ ما تزعلش، انت قبل الاخير. استاذ احمد عثمان اخر سؤال اتفضل. قدام حضرتك الاستاذه، قدامك اهي الاستاذه قدامك اتفضل. صفية حمدي جريدة المال. سؤالي الفجوة التمويلية في الموسط العام القادم تقريبا قد ايه، وازاي الحكومة هتقدر ان هي تعوض الفجوة دي في ظل الالتزام بالخطة الخاصة بخفض الدين العام؟ حاجة تانية، ان في نعرف ان في فرق ما بين في تضخم خاص بزيادة الطلب وفي تضخم خاص بالتكلفة، وفي تخوفات في العالم دلوقتي ان احنا ندخل في حاجه اسمها الركود التضخمي. هل احنا وخطط ده غير ده، يعني رفع الفايده ما يعوضش وما يقللش التضخم، هل احنا ايه اللي احنا ممكن نقوم بيه علشان نعوض كده؟ الحاجه الاخيره انا اسفه، وهو في القطاع الخاص والعماله في القطاع الخاص. الحكومه بتاخد اجراءات مهمه وحمايه اجتماعيه للعاملين بالحكومه، بتعمل حياه كريمه للفقراء، لكن احنا في دلوقتي قطاع خاص مع الظروف اللي بيواجهها هو كمان بيعاني في استغناء عن عماله، في اجور ممكن يتم تخفيضها. هل الخطه في ممكن خطه لربط حوافز القطاع الخاص بالحفاظ على العماله في مرحله استثنائيه زي دي ولا لا؟ شكرا يا استاذ احمد عثمان. قناة العربيه اخر سؤال. دخلنا كده 200 سؤال على الاقل، عمل كتيب يتوزع بعد كده على الزملاء. سؤال معالي رئيس الوزراء، يعني يمكن كان في انطباع في الفترة الأخيرة من خلال تصريحات لبعض رموز القطاع الخاص أو ما يكتب في بعض التقارير بأنه يعني ما كانش في نوع من الشراكة مع القطاع الخاص والحكومة، وكانش في تفضيل للعمل مع القطاع الخاص. الآن وكل ما طرح من حوافز خلال هذا المؤتمر، هل في خطة للترويج معها للعمل مع القطاع الخاص سواء الأجنبي أو المصري، بأن هناك فصل جديد يفتح في العمل والشراكة مع القطاع الخاص؟ شكرا. زعامة دولة الرئيس والسادة الوزراء فضل الفن. اسمحوا لي يمكن حرد سريعا على بعض النقاشات، ولكن انا طالب برضو من معالي الوزراء المجموعة الاقتصادية معنا، يعني معالي وزير التخطيط، معالي وزير التعاون الدولي، وايضا نائب وزير المالية، يعني ان نتكلم على الحاجات الاسئلة اللي اثيرت، ويمكن موضوع الصندوق بتاع الطروحات الخاصة بالدولة والطروحات نفسها، والموضوع طبعا التعاون مع المؤسسات الدولية ازاي في موضوع الدين الخارجي والحاجات المعينة. وطبعا نائب وزير المالية هيعرض موضوع العجز اللي موجود في العام الخطة العام المالي القادم. ولكن اسمحوا لي سريعا، يعني برضو اول سؤال كان ذكر وحسيب السيد وزير التموين يتكلم عليه، اللي هو كان خاص باتفاقيات شراء القمح وانها تبقى من حكومة لحكومة.
بشكر حضرتك وبشكر السائل السؤال. اولا القواعد المنظمه لشراء القمح كانت هي قانون المشتريات والمرخصات الساري، وكان بيتم طرح مناقصه عالميه في ذلك. نظرا للظروف وتحسبا لمثل هذه الامور تم عرض على مجلس الوزراء، ووافق مجلس الوزراء باعطاء هيئه السلع التموينيه السلطه لعمل اتفاقيات مباشره مع موردين مباشرين او مع الحكومات. وبالتالي منذ بداية هذه الأزمة أصبح لدينا هذه الآلية من قرار مجلس الوزراء. جاري الآن مناقشات مع الحكومة الهندية ومع أستراليا ومع فرنسا ومع كازاخستان في كثير من الدول، وإحنا بس اسمحوا لي بس، العالم كله باصص نتيجة مصر أكبر مستورد قمح في العالم، فازاي ما بتستوردوش دلوقتي؟ مش هنستورد دلوقتي، احنا في موسم محلي والحمد لله الخير موجود. يعني نزيد من العجز، نزود من... طب ما عندنا هو 4 أشهر النهاردة وعندنا محصول ان شاء الله هيوصل زي ما وعدنا دولة الرئيس انا ووزير الزراعة 5.5 مليون طن لاول مرة يبقى عندنا، فيوصلنا لاخر سنة. هل معنى كده ان احنا مش محتاجين قمح؟ لا، محتاجين قمح، وفعلا لابد هنستورد 4.5 مليون طن هنستوردهم للعيش البلدي بالاضافة للي احنا بناخده، بالاضافة للقطاع الخاص شغال وهيستورد 5 أو 4.5 التانيين بناء على معدلات الاستهلاك. النقطة التانية وبالذات بجاوب الجزء بتاع روسيا، من هنا وفي حضور دولة رئيس الوزراء لابد ان نوجه الشكر لكل الموردين الروس لسبب لم يتقاعسوا في توريد كافة الاتفاقات وكافة العقود التي تمت حتى هذه اللحظة. والدولة اوكرانيا وفت بكل الموضوع، فرنسا وفت، رومانيا، بس انا كنت اقصد بعد اذن حضرتك دولة رئيس رومانيا وروسيا نتيجة هم اللي كان في المشكلة، ولكن الحق تم توريد كافة الكميات التي تم. في موضوع هي اثرته بس استاذن حضرتك عشان واخد لغط كتير، في مركب اتقال انها قمح اوكراني وطلع من روسيا اللي سمحت بتحرك وقالت انها جت على الموانئ المصرية، لم يكن هناك اي مستندات شحن ولم يكن هناك اي طلب من قطاع خاص او من قطاع حكومي، ورفضنا دخولها الموانئ المصرية وتحركت الى مينكا. في الظروف الازمات دي بيبقى في بعض التجار وكده معهم شوية قمح وبيتحركوا بيه لمجرد ان هم يشتغلوا بيه على اي مينا، لم نسمح بمثل هذه الممارسات. انما الحق قال لابد ان نوجه الشكر لكافة الجهات الموردة والعاملة معنا في الاقمح. شكرا. اسمحوا لي برضو حترك لمعالي الوزيرة التخطيط برضو الجزء الخاص بحزمة الأصول اللي احنا فعلا حطناها ومستهدفينها، لان ده كان سؤال. احنا اتكلمنا على 9 مليار و15 مليار ودول فعلا مؤكدين وهنتحرك فيهم ازاي، ومعالي الوزيرة حترك لها. انا هحاول اخلص بقية الاسئلة بحيث اترك لحضراتكم السؤال. بالنسبة لي قانون السقوق السيادية، احنا ك رئيس وزراء ومجلس وزراء مضيت اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبدأ تفعيله، وإن شاء الله وزارة المالية حاليا شغالة على طرح أول سقوق سيادية بإذن الله في خلال الشهور القليلة جدا القادمة، بحيث تبقى دي أول حزمة مصر تطلقها بإذن الله. أكيد الزيادة بتاعت الأسعار اللي حصلت في مواد الخام والتوريدات وتغيير سعر العملة هيبقى له يعني تأثير على المشروعات القومية من حيث تكلفتها، وده يمكن احنا تعرضنا له قبل كده في 2016، ويمكن الاجراء اللي احنا بنعمله ان ده برضو ضمن الموازنة بتاعت الدولة المصرية في الفترة الجاية حاطين هامش لتوقع زيادات الاسعار اللي هتحصل. ولكن هناك بيبقى في لجنة، ودي يمكن مهمة جدا لازم حضراتكم تعرفوها، يطلق عليها لجنة تعويض فروق الأسعار، ودي لجنة مركزية ممثل فيها كل الوزارات،
وبيبقى يعني دي موجودة في وزارة الإسكان. وقت ما حصلت التعويم من 2016 كانت اللجنة دي شغالة وهي اللي بتقر فروق الأسعار عشان نعوض بيها شركات المقاولات على مدى زمني وتبقى محطوطة في الاعتبار. رسالة للمستثمر الإيطالي ولكل المستثمرين، مصر منفتحة تماما ونتمنى وحنشجع من خلال يعني كل الإجراءات الترويجية والتيسيرات اللي احنا عاملينها لزيادة حجم الاستثمار الخارجي المباشر اللي هيدخل في مصر في خلال الفترة القادمة. ويمكن زي ما قلت لحضراتكم الوحدة اللي انا يعني طلعت قرار بانها تكون تحت إشرافي المباشر وحجتمع معاها كل اسبوعين، هدفها ان اي مشاكل لاي مستثمر ايا كانت في اي جهة في الدولة يعني اخد فيها قرار على المستوى الشخصي بالتعاون مع زملائي الوزراء. المشاريع اللي توقفت او تبطئت يا استاذة هند هي مش توقفت، هو بسبب غصب عننا بعض المشروعات نتيجة تانية زي ما بقول كنا بنستورد بعض المواد الخام او بعض التوريدات، ونتيجة لاضطراب اسواق التوريد برة بقينا عندنا هامش تأخير. وعشان كده يمكن احنا في اطار الفترة اللي فاتت ادينا عملنا قرار بمد مدد المشروعات لفترة زمنية علشان ما نبقاش طبعا نوقع الشركات ولا الموردين في فكرة غرامة التأخير ولا الكلام ده، لان ده ظرف خارج عن ادارتهم عن ارادتهم بالكامل وضروش يتعاملوا معاه. موضوع يعني معلش العلاقة مع البنك المركزي، وحضرتك يمكن اشرت هذا الموضوع، عايز اكد لحضراتكم مرة اخرى بقدر الامكان في ضوء هذا الاضطراب الشديد جدا اللي بيمر بيه في العالم، بعض الإجراءات أو القرارات اللي ممكن تتاخد على الأرض ممكن تبقى في صالح يعني الدولة في سياق معين ولكن بعض الفئات تبدأ تتضرر منها. ولكن يمكن كان دايما همنا كمؤسسة مع بعض إن هذه الإجراءات هي إجراءات وقتية أو مؤقتة وكنا عشان نعدي فترة معينة. واسمحوا لي أشرح لحضراتكم يعني طالما إحنا بنتكلم في هذا الموضوع، القرار اللي يعني فخامة الرئيس وجه عشان نشجع الصناعة وإنها تتحرك بأسرع وقت ممكن إن إحنا الرجوع مرة أخرى لنظام مستندات التحصيل. إحنا لازم ناخد بالنا إن الفترة اللي هي كانت اللي أنا شرحت فيها حصل فيها خروج سريع متسارع للأموال من الأجانب، إحنا كأولوية كدولة كنا حاطينها كرؤية استراتيجية إن أي مستثمر أجنبي النهاردة هو الأولوية إن هو لو حب يخرج بفلوسه يخرج بفلوسه. إحنا كدولة بنحترم كل المستثمرين ودايما هدفنا كمصر إن إحنا نؤمن إن أي استثمار أجنبي مباشر، وسنظل نعمل على كده، أي مستثمر أجنبي مباشر هيدخل من حقه في أي وقت إنه يخرج. وبالتالي في ضوء اللي كان الظروف اللي عدينا بيها في الشهرين الماضيين كانت الأولوية في ضوء الموارد اللي حصل ضغط عليها من سلع استراتيجية بترول وقمح أسعارهم زادت وسلع أخرى، قلت مواردك من الدولار حصل خروج، كان الأولوية بالنسبة لنا كدولة نؤمن حقوق المستثمرين الأجانب عشان ده شيء مهم جدا واستراتيجية وبأكد عليها عشان كان في سؤال إيه رؤيتكم يعني للفترة القادمة. إحنا بنؤمن بالكامل كدولة ان يبقى دايما مصر دخول وخروج النقد الاجنبي هو مؤمن. فكان الظرف كان حاكم جدا علينا ان احنا نعطي الاولوية لهذا الموضوع على حساب بعض القطاعات الاخرى اللي يحصل فيه نوع من الحوكمة في التعامل معها. الحمد لله قدرنا ان احنا نؤمن خروج كل الهوت ماني اللي ما يطلق عليه الهوت ماني والاموال الساخنة وما اصبحش عليا النهاردة هذا الضغط. وبناء عليها كان توجيه فخامة الرئيس نرجع للإجراءات العادية في توفير مستلزمات الإنتاج ومواد الخام. لكن زي ما بقول لحضراتكم مشكلتنا النهاردة واعتقد في العالم كله محدش شايف مدى زمني محدد لانتهاء هذه الأزمة. التضخم بالأرقام الهائلة اللي موجودة بتفرض علينا كحكومة أبقى دايما وأنا بقول لحضراتكم أبقى حاطط دايما السيناريو الأسوأ قدام عينيا واشتغل عليه. لكن ربنا كرمنا والامور تحسنت وهو ده اللي الحمد لله بيحصل، خلاص يبقى انا مأمن نفسي من البداية. فعشان كده انا بس بوضح هذه الجزئية في هذا الموضوع.
بالنسبة لي تأجيل المشروعات زي ما قلت لحضراتكم، احنا الخطة بتاعتنا موجودة، المشروعات اللي سارية والجاري تنفيذها دي مش ممكن تتوقف، لان دي هتبقى خسارة على الدولة. ولكن بنعيد ترتيب اولويات المشروعات الجديدة برضو في اطار مواردنا من العملة الصعبة، عشان نبقى دايما حاطين في بالنا اولا ان اي مشروع ليه مكون اجنبي هنؤمن ازاي هذا المكون الاجنبي. انا هنا بتكلم على مشروع جديد عشان يبقى عندنا رؤية واضحة لهذا الموضوع. انا هترك بقى لزملائي يعني بالنسبة لمعالي الوزيرة وكل الكلام ده، ولكن حيمكن اخر سؤال هحاول اجاوب عليه ان زيادة الرقعة الزراعية. ويمكن زي ما سيادة الوزير قال، الهامش بتاعنا او المحدد الاساسي في مشروعات زيادة الرقعة الزراعية هو المياه، موارد المياه. عشان كده مصر اللي بيتعمل النهاردة من مشروعات لمعالجة المياه وتحلية المياه وتبطين الترع والري الحديث وكل هذه المشروعات هدفها شيء واحد فقط، ان احنا نؤمن ونستفيد من كل قطرة مياه في مصر. وبالتالي انا بأكد عشان يمكن كان السؤال مع موضوع سد النهضة، مصر يعني احنا لدينا حقوق تاريخية واضحة في نهر النيل، وبالتالي احنا لا نقف ضد اي تنمية بتحصل في اي دولة من دول حوض النيل، بالعكس احنا بنساعد، وفي مشروعات كثيرة بتتم في دول حوض النيل احنا بشركتنا اللي بندخل وبنعمل هذا الكلام. ولكن يعني لن نقبل اي ضرر هيحصل على مواردنا من المياه، وبالتالي احنا كمصر كدولة بنتعامل بهذا المنطق. احنا لا نقف ضد تنمية تحصل في اي دولة، ولكن في نفس الوقت بنتمسك بالحفاظ على حقوقنا في مياه نهر النيل، وبنتعامل من هذه الاسس في هذا الموضوع بالهدوء والحكمة مع اشقائنا في الدول الافريقية. الرقعة المعمورة حاليا المشروعات القومية فعلا النهاردة اللي بقت بتتنفذ، مع اكتمالها هنبقى وصلنا الى 14% من مساحة مصر، بس مع اكتمالها. فاحنا بنشتغل على هذه المشروعات، ومش فقط هي مدن جديدة، المدن الجديدة كمساحة هي يعني اقل حاجة، المساحة الاكبر هو الزراعة والاستصلاح الزراعي. لما بنتكلم على 2 مليون فدان بنستهدف اضافتهم في الرقعة الزراعية الفترة الجاية، دي المساحة الكبرى، لان في الاخر المدن الجديدة لما نجمعها مع بعض ما تجيش حتى ربع هذه المساحة لما بنتكلم عليها. فاحنا ده شيء مهم. معالي وزيرة التخطيط، اترك لحضرتك بقى الموضوعات الاقتصادية والصندوق، معالي وزيرة التعاون، السيد نائب وزير المالية، وبرضو رئيس هيئة الاستثمار لو في حاجات نحب نضيفها. شكرا دولة الرئيس. يعني استكمالا اللي حضرتك عرضته، بس في مؤشر لسه جاي لي حالا من ضمن المؤشرات الايجابيه، جهاز الاحصاء اعلن انخفاض معدل البطاله الربع الاول من العام الى 7.2%، فده لسه يعني حالا من ساعه اعلنه السيد رئيس جهاز الاحصاء، وده طبعا استكمالا للمؤشرات الايجابيه اللي تفضل بعرضها السيد رئيس مجلس الوزراء، لانه احنا طبعا قضيه النمو واستدامه النمو مهمه جدا واساسيه، ولكن ان يرتبط هذا النمو بمعدلات التشغيل، ده الهدف اللي احنا كلنا كمؤسسات الدولة بنشتغل عليه، ان يكون هناك معدلات للنمو مستدامة، وفي نفس الوقت تكون هذه المعدلات مرتبطة بمعدلات تشغيل لائقة. فده دليل مهم جدا على ان فعلا الاستثمارات وتوجهات الدولة رايحة في المكان الصحيح، وهو مزيد من فرص العمل للمواطنين. النقطة الثانية انه مهم ان احنا برضو نوضح لحضراتكم انه زي ما تفضل دولة الرئيس، احنا بنراجع هذه الاصلاحات كل فترة، لان دي اصلاحات ودي وثائق حية بيتم مراجعتها. مهم نأكد انه هذه الاصلاحات بيدير الحلقات النقاشية وفي الموائد المستديرة بيدير هذه الحلقات القطاع الخاص، هو شريك أساسي في خطة الإصلاحات الهيكلية. فكل الحلقات اللي بتتم بتبقى رئيس المائدة المستديرة رئيس مجموعة العمل هو من القطاع الخاص، فمهم جدا أنه تبقى انطباعاتهم وإصلاحاتهم ومتطلباتهم كقطاع خاص موجودة في دايما في كل الوثائق الخطط اللي بنتكلم عليها.
النقطة المهمة وهي خاصة بدور الصندوق السيادي زي ما عرض دولة الرئيس. احنا النهاردة الصندوق السيادي زي ما حضراتكم عارفين هو انشئ من تقريبا سنتين، ودوره الاساسي ان هو يبقى ذراع هام استثماري للدولة المصرية، لا ان هو يعظم العائد من اصول الدولة سواء هذه الاصول دي مستغلة او غير مستغلة. فانا النهاردة بنبقى بنشوف ايه هي الفرص الاستثمارية اللي موجودة في الدولة، بحول هذه الفرص الاستثمارية الى منتج استثماري، وبالتالي بعرضه على القطاع الخاص كشراكة مع القطاع الخاص، سواء هذا القطاع الخاص هو قطاع خاص محلي او قطاع خاص اجنبي. بالإضافة إلى أن احنا كمان بننظر في عدد كبير جدا من الأصول الغير مستغلة وبنعظم العائد منها عشان نقدر هذه الأصول يستفيد منها الأجيال القادمة. يعني كمثال لهذا زي ما حضراتكم شفتوا العرض اللي حصل في مجمع التحرير، أن احنا عندنا هذا الأصل غير مستغل بنبتدي نحوله إلى فرصة استثمارية، بنبتدي نطرحه للعالم كله، ونبتدي النهاردة اجتذب عدد من التحالفات الاستثمارية الأجنبية. عندنا مجموعة من الأراضي الفضاء اللي احنا حصلنا عليها في 6 أكتوبر، طرحنا هذه الأراضي وتحولت إلى مدارس للشراكة مع القطاع الخاص، فده أيضا دليل على أن احنا بنحول الفرص أو الأصول الغير مستغلة أنها بالشراكة مع القطاع الخاص إلى مدارس. عندنا مجموعة أخرى من الأراضي أيضا الفضاء اللي طرحناها للقطاع الخاص تحولت إلى مدارس تكنولوجية ومدارس فنية بالشراكة مع القطاع الخاص، لأنه هو اللي عارف يعني المهارات المطلوبة اللي هو محتاجها لسوق العمل بتاعته، فده نوع من الشراكات اللي بيقوم بيها الصندوق السيادي. غير كده عندنا استثمارات مباشرة بنتكلم عليها زي توطين صناعة عربات القطارات كأحد المصانع اللي بتتم برضو بالتحالف مع القطاع الخاص. الشراكة الأساسية 76% من التحالف اللي توطين عربات القطارات للقطاع الخاص و 12% للصندوق و 12% للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. عندنا مجموعة كبيرة من المشروعات اللي بتتم في مجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيدخل الصندوق السيادي فيها عشان يسارع في الدراسات ويخش فيها كشريك في هذه المشروعات. جزء مهم جدا وهو برنامج الطروحات، وزي ما حضراتكم عارفين وفي إطار التحديات العالمية اللي العالم كله بيمر بيها كان مهم جدا ان احنا نبص لموضوع الطروحات بشكل مؤسسي. فاحنا النهاردة بنتكلم على الإسراع ببرنامج الطروحات، نتكلم على ان هو يأخذ شكل مؤسسي، عشان كده تم الاتفاق على انشاء صندوق فرعي من صندوق مصر السيادي لتولى عملية الإسراع بهذه الطروحات. حكوا عارفين الصندوق لديه عدد من الشراكات، عدد من الشراكات مع صناديق إقليمية، عدد من الشراكات مع الدول العربية، عدد من الشراكات مع أيضا صناديق سيادية دولية. فمهم في إطار هذه الشراكات أن يكون هناك شكل مؤسسي نقدر فيه أن احنا نسارع بعملية الطروحات. طب هنطرح إيه الأصول الموجودة؟ احنا عندنا عدد كبير جدا من الأصول اللي احنا بنتكلم عليها في مجالات متنوعة. عندنا جزء من الأصول العقارية، عندنا جزء من الأصول في مجالات الخدمات المالية، عندنا جزء من الأصول في مجالات التكنولوجيا المعلومات والاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات، عندنا جزء في مجال الصناعة، جزء في مجال الزراعة. ومهم ان احنا نقول هنا الحقيقة ان الدولة المصرية وزي ما كان بيعرض دولة الرئيس استثمرت كتير جدا في مجال البنية التحتية، وبالتالي كل هذا الاستثمار اذا انا ما دخلتش عليه اموال جديدة اقدر اعظم بيها قيمة ما تم استثماره، يبقى احنا النهاردة الحقيقة ظلمنا نفسنا بان انا ما دخلتش استثمار اجنبي او استثمار قطاع خاص عشان اقدر اعظم العائد على كل الاستثمارات اللي تمت. احنا عملنا استثمارات هائلة في البنية التحتية سواء في الطرق، في المواني، في الكهرباء، حتى الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات. مصر يعني بتزود استثماراتها سنويا في الخطة الاستثمارية لا يقل عن ما بين 150 الى 200% بس استثمارات في البنية التحتية. فإذا أنا ما دخلتش النهاردة رؤوس أموال جديدة سواء من القطاع الخاص أو من الخارج عشان أقدر أن أنا أستفيد بهذا المجال، يبقى أنا النهاردة الحقيقة ما عظمتش كفاءة هذا الاستثمار بالشكل اللي إحنا كلنا بنأمل إليه. فإحنا هناك صندوق فرعي
تم الاتفاق على أخذنا كل الإجراءات اللي بتتم عشان إنشاء هذا الصندوق الفرعي في خلال أيام قليلة بإذن الله هينتهي. تم أيضا تنسيق مع هيئة الرقابة المالية ومع مجموعة من الشركات القانونية الدولية عشان ينشأ هذا الصندوق حقيقة يعني يجابه كل الصناديق السيادية الدولية اللي بتقوم بعملية طرح الأصول. وزي ما تفضل دولة الرئيس احنا بإذن الله يعني قبل نهاية هذا العام بيكون لدينا حوالي 9 مليار من الأصول بيتم طرحها، وفي عدد من الأصول والشركات بتتم سواء كانت هتبقى في البورصة المصرية أو بالشراكة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية. النقطة الثانية المهمة وهي حضرتك اتفضلتي من الأخبار على القطاع الخاص والجور القطاع الخاص، ويمكن يعني بصفتي بتشرف بأن أنا رئيس المجلس القومي للأجور بقول لأول مرة في هذه الحكومة المصرية، يعني في أول مرة على تاريخ الحكومة المصرية هذه الحكومة، يعني أنا وزمايلي من الزملاء الموجودين في المجلس القومي للأجور، يكون هناك قرار تاريخي بوجود حد أدنى للأجور القطاع الخاص. منذ إنشاء هذا المجلس من التسعينات لم يتم وجود حد أدنى لأجور القطاع الخاص، فيعني يحسب للحكومة أنه لأول مرة بيكون هناك حد أدنى لأجور القطاع الخاص. ولكن خليني أقول لحضرتك أنه في إطار الأزمات اللي بتمر على العالم إحنا عايزين حد أدنى لأجور القطاع الخاص، ولكن الحفاظ على العمالة والحفاظ على الكيانات ده هدف مهم جدا، فأنا بنحدد هذا الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، ولكن أيضا إحنا مهم بالنسبة لنا أحافظ على الكيانات وأحافظ على العمالة داخل الكيانات الاقتصادية، لأنه من السهل جدا زي ما حضرتك قلت أنه يحصل استغناء عن العمالة، وعالم كله احنا شايفين على مستوى العالم مؤسسات كتير جدا بتستغنى عن العمالة. فالتوازن بين أن إحنا يبقى عندنا حد أدنى لأجور القطاع الخاص، إحنا عندنا 2400 جنيه تم أخذها منذ ستة أشهر، وبإذن الله يحصل إعادة وزيادة لهذا الرقم على نهاية العام، بحيث ان احنا باستمرار يعني بنقدر ان احنا نرفع هذا الرقم ونضمن علاوة دورية ملائمة ومناسبة للقطاع الخاص. فده من الامور الهامة جدا اللي انا حبيت اكدها. شكرا. مساء الخير. تمام شكرا. بالنسبة للتمويل في بدائل عديدة، ويمكن أستاذ أحمد من المالية هيتكلم عن التمويل للسندات ولمن السوق. إحنا بالنسبة لنا التمويل التنموي اللي هو منخفض التكلفة، يمكن حضراتكم كتير جدا يمكن كنتوا معانا في زيارات لمشروعات يعني التمويل فيها كان من المؤسسات التمويلية. للحقيقة مصر ليها علاقة وطيدة معاها لأكثر من سبب، صياغة مشروعات متنوعة، ويمكن النهاردة اتكلمنا عن الصوامع. الصوامع ما هيش مباني إنشائية ولكن فيها تكنولوجيا اللي هو المكون الأجنبي. يمكن رئيس الوزراء دائما حريص أنه التمويلات اللي بتأتي من شركاء التنمية يبقى دائما لتلبية المكون الأجنبي، الحاجة اللي فيها تكنولوجيا ترانسفر أو فيها يمكن خبرات محتاجينها من المؤسسات المختلفة، محطات زي محطات بحر البقر، محطة الجبل الأصفر، المشروعات الحقيقة اللي بتقفز بينا في يعني التحول أيضا إلى الأخضر. يمكن بصفة عامة دائما التمويل التنموي بيمثل تقريبا 25% من الدين الخارجي، وأيضا في أي حال من الأحوال لو خدنا لقطة بيبقى دايما 25 مليار دولار، لأن مصر بتاخد جديد وكمان بتسدد القديم. فده كده يعني rule of thumb زي ما بنقول. حاجة تانية مهمة، الانطباع أنه التمويل التنموي بيأتي فقط للحكومة مش مظبوط، هو أيضا بيأتي للقطاع الخاص. ويمكن في العرض النهاردة زي ما احنا شايفين إشراك القطاع الخاص في مشروعات متعددة، ده أيضا معاه بيأتي على خلفية السمعة الطيبة لمصر مع هذه المؤسسات إتاحة التمويل التنموي للقطاع الخاص. يمكن في سنتين كورونا أخدهم كنموذج، في 2020 و2021 قدرنا نوفر للقطاع الخاص المصري تقريبا 4.8 مليار دولار تمويل تنموي، وده شفناه في مشروعات على الأرض زي البورت اللي هو 6 أكتوبر، الميدان جاف في 6 أكتوبر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها من المشروعات. حاجة تانية
طبعا مصر على مشارف استضافة كوب 27، وهنا في حتة التمويل عايز أقول حاجة، التمويل المختلط والتمويل مع مؤسسات التمويلية اللي هي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الدولي، البنك الأوروبي للاستثمار وغيرها. الحقيقة من خلال بعض المشروعات اللي شفناها زي تحلية المياه، أيضا في إتاحة تمويلات منخفضة التكلفة للقطاع الخاص، فدي أيضا نقطة هامة جدا، جزء من الشكل العام للتحرك في المرحلة المقبلة. ويمكن حاجة أخيرة أختم بيها، أن أيضا مصر مع هؤلاء الشركاء السنة دي بنعمل الاستراتيجيات للخمس سنوات القادمة، وللقطاع الخاص وتعزيزه وتمويله من خلال أن الاقتصاد يكون رقمي وشامل وأيضا أخضر، ده أولوية من أولوياتنا، ومتماشي تماما مع فكرة التخارج وفكرة أنه إزاي يبقى فيه في الفترة المقبلة مشروعات مهمة جدا. كلمة الأخضر هو كلمة السر في جميع استطاعت أي دولة واستطاعت أي قطاع خاص أنه هو يحصل على تمويلات، كلمة أنه يبقى مشروع أخضر ومتماشي مع الأعراف الدولية للمناخ، وده أيضا شغل شغالين فيه بشكل تفصيلي. شكرا جزيلا. شكرا دولة الرئيس، وهبقى مختصر جدا. يمكن دولة الرئيس النهاردة عرض رؤية شاملة بالذات في حتة الموازنة. احنا كذا نقطة بسرعة ردا على كتير من الأسئلة اللي اتقالت. واحد، دولة الرئيس عرض احنا كنا فين وبقينا فين، وسعداء جدا بهذا التطور الإيجابي. احنا لسه قدامنا شوط نكمله، لكن بالتأكيد كل المؤشرات بتقول ان عجز ودين وخدمة دين ومؤشرات مالية عامة كلها في تحسن شديد. هنختم السنة دي ان شاء الله بعجز، ولما بنقول البيانات اللي عرضت اليوم على حضراتكم دي في ضوء مؤشرات فعلية لعشر أشهر، فمؤشرات دقيقة إلى حد كبير ونسبة تحقيقها بإذن الله عالية جدا. فالنهاردة لما نقول الدنة إن شاء الله نبقى أقل من 86% وإن عجزنا 6.2% بعد ما كنا فوق 13% وكان ديننا فوق 100%، ده شيء يطمننا جدا إن إحنا ماشيين في الطريق السليم وما زلنا محتاجين نكمل في هذا المسار السليم. السنة الجاية اتقال طب هنعمل إيه؟ السنة الجاية بنستهدف عجز ان شاء الله عند 6% 6.1%، وان احنا ننزل لنا ال 84% كاول خطوه في المرحله الثانيه من احنا ناخد الدين من 86 ل 75% مع نهايه يونيو القادم، وده مستهدفنا ان شاء الله لعام 22-23. كتير من الناس بتقول ازاي ده بيتحقق بكل اللي اتقال النهارده، ان احنا بقى عندنا قطاع خاص قوي وبينمو، فبناخد منه حصيلتنا من الضرائب، ان احنا عندنا اصلاحات كبيره بتتم مشروعات قوميه فبتخلي الناتج يكبر بحجم كبير قوي، واقتصادنا ينمو اكبر ما ديننا ما بينمو، فبالتالي نسبه الدين للناتج بتقل بشكل قوي جدا. بيتحقق ان يبقى عندنا عرض كبير من السلع وصناعه قويه وزراعه قويه، فان شاء الله تؤدي مع الوقت بعد الصدمات الاخيره دي للاسعار تنخفض، فسعر الفايده ينخفض، فخدمه الدين تنخفض. كل ما عرض اليوم هو في صلب الامور، والامور كلها ما بتتجزأش. بالنسبه للتمويل بقى مهم قوي نوضح ان احنا عندنا تنوع كبير جدا في التمويل. دولة رئيس اوضح ان كنا اول دوله نعمل سندات خضراء، كنا اول دوله، يمكن مش اول دوله بس اول دوله من عشرات السنين تروح تاني لسوق سندات الساموراي وتعرف تنفذ لهذا السوق اللي هم مستثمرينهم. طبعا كلنا عارفين مستثمر ياباني قد ايه مستثمر مهتم جدا بكل التفاصيل والدقه، بيعمل ديو ديليجنس، بيعمل يعني تدقيق شديد لكل شيء. احنا شغالين دلوقتي على سندات برضو في الاسواق الصينيه، والسندات عموما في الاسواق الاسيويه ده شيء مهم جدا، وقطعنا شوط كويس في هذا الامر. السكوك دوله الرئيس اوضح ان احنا خلصنا معظم الاجراءات، وان شاء الله بنستهدف اول اصدار من السكوك اللي هي بتخاطب مستثمر مختلف ونوعيه مختلفه. ان شاء الله في خلال الاسابيع والشهور القادمه باذن الله نتجه لهذا الاتجاه، وقطعنا شوط كبير قوي في كل الاجراءات. حاجة تانية احب اوضحها، احنا كمان عندنا مجال ان احنا قبل الكوب 27 وقبل المؤتمر المناخي ان احنا نتوسع كمان اكتر ما بدأنا الفترات الماضية في سندات الخضراء، وكمان بنضيف عليها سندات تنمية بإذن الله. سندات التنمية دي برضو نبقى دولة رائدة فيها بإذن الله، اللي عندنا مشروعات كتيرة تنموية زي مشروع حياة كريمة ومشروعات أخرى تقدر تسمح لنا إن احنا نروح نجيب لها تمويل بشكل جديد ومن نوعية مستثمرين جداد. فإحنا منوعين جدا في استثماراتنا بما فيها طبعا التمويل التنموي اللي بيجي برضو مؤسسات الدولية اللي بيفيدنا على فكرة التمويل.
بيجي بيمول الموازنة وبيدينا شروط جيدة جدا بتساعدنا على إطالة عمر الدين اللي هو هدف تاني رئيسي. إطالة عمر الدين هدف مهم جدا وده اللي ساعدنا ان احنا لما بتجيلنا صدمات زي اللي بيحصل مؤخرا نتعامل معاها بقدر اكبر من المرونة والصلابة لانه بقى عندنا عمر دين اطول ومكملين برضو في هذا الاتجاه. واخيرا برضو حابب اضيف ان دولة الرئيس وضح موضوع الصندوق والتفاوض معاه والحمد لله الامور يعني دايما في تشاور ودايما في تنسيق مع كل مؤسسات دولية بما فيها الصندوق والامور ماشية في اطار جيد جدا. وزي ما دولة الرئيس اوضح ان شاء الله خلال يعني الفترات القادمة يبقى في زيارات من الصندوق ويبقى في خطوات قادمه لكن الحمد لله تقييمهم ايجابي جدا على اللي بيحصل في مصر. شكرا دولة الرئيس. وطبعا الملف الاهم الفتره القادمه زي ما حضراتكم عارفين هو ملف الاستثمار وانا هتكلم خاصه على التوجيه للاستثمار وخطتنا في التوجيه للاستثمار. طبعا اهم اداه للتوجيه للاستثمار هي حل التحديات المستثمرين الوطنيين يعني هو دايما اللي بيبلغ رسالة الإيجابية للمستثمر الأجنبي. وهذا الملف دولة الرئيس مهتم به شخصيا بتعرض عليه أسبوعيا جميع التحديات اللي بتوصل لنا من المستثمرين والوحدة اللي تم تشكيلها تابعة لسيادته اللي هتبدأ العمل بكرة إن شاء الله هتبقى أول اجتماع ليها وهيتم العرض على سيادته تفاصيل جميع التحديات. وأيضا من أهم القرارات اللي أصدرها دولة الرئيس الفترة القادمة وكانت شكوى من عدد المستثمرين هي توافر الأراضي الصناعية وسيادته وجه بلجنة هي جهة موحدة تبع هيئة التنمية الصناعية وإحنا ممثلين فيها للاستثمار وبيتم تقديم فيها جميع طلبات الأراضي وبيتم تخصيصها للفعل. أيضا خريطة مصر الاستثمارية مهمة جدا إن إحنا أطلقنا النسخة الثالثة من خريطة مصر الاستثمارية عليها فرص متكاملة ودولة الرئيس شدد إن جميع الفرص الخاصة اللي تقعد على الخريطة لابد أن تكون مرفقة وتفعيل الحوافز الموجودة في قانون الاستثمار مهمة جدا. وأنا بدعو مجتمع الأعمال من خلال هذا المؤتمر ان الموافقه الذهبيه الرخصه الواحده التي تصدر من الحكومه على المشروعات اللي بتستهدفها الدوله دي مهمه جدا. التقديم لاي مشروع بيريد الحصول على هذه الموافقه بخلال الوحده الموجوده في هيئه الاستثمار هذه الموافقه تجب عن جميع الموافقات والتراخيص تصدر موافقه واحده على مشروع من الحكومه. زمايلنا اتكلموا على تدريب الموظفين الملف ده مهم جدا واحنا شغالين عليه لان طبعا احنا عملنا تدريب لاكثر من 40 جهه للموظفين المعنيين بالاستثمار في المحافظات بندربهم هنا في هيئه الاستثمار في الاكاديميه على القوانين وعلى كيفيه التعامل مع المستثمر وتسهيل الاجراءات لان ده برضه مهم جدا. في الفتره الجايه ان شاء الله هيكون في جوله ترويجيه في عديد من الدول في القطاعات اللي الدوله بتستهدفها والانشطه بعدد محدد من المستثمرين الدوله بتستهدفهم في القطاعات ان شاء الله هنبدا الاسبوع القادم وفق توجيهات دوله رئيس الوزراء. شكرا فندم. شكرا فندم معالي وزير الصناعه تختتم. شكرا يا فندم. انا بس في نقطه هم احب انوه عليها لان هي بشكل عام دايما بتخص رجال الصناعه وهي توفير الاراضي الصناعيه. دولة الرئيس زي ما تفضل وعرض ان احنا كان من ضمن طلبات سواء المستثمرين سواء المحليين او الاجانب ان توفير الاراضي بنظام حق الانتفاع ويكون في فترات او حتى اللي يحب يتملك تكون في فترات تقسيط وسداد وان يكون قيمتها متوافقة بما تم صرفه على هذه الاراضي من مرافق واحنا شغالين عليه. وانا عايزة اأكد على جزئية هامة جدا ان دولة الرئيس كان اصدر قرار لتخصيص الأراضي الصناعية. القرار ده رئيس اللجنة رئيس هيئة التنمية الصناعية ممثل فيها وزارة الاستثمار هيئة الاستثمار ممثل فيها هيئة المجتمعات العمرانية معنا التنمية المحلية وهذه اللجنة بتنعقد بشكل دوري كل أسبوعين ولها الصلاحية المطلقة. دولة الرئيس مديها صلاحية مش مجرد انها دراسة الأراضي ودراسة المشروعات التي يتم إقامتها ولكن المضي في كل الإجراءات الخاصة بتخصيص الأرض لأن دي كانت تعتبر من أهم العوائق دايما اللي بتقابل المستثمر وخاصة في مجال الصناعة. مديها صلاحية أن هذه اللجنة تقوم بجميع إجراءات تخصيص الأراضي. ده جزء هام جدا. في نقطة أخيرة أنا بس عايز أعقب عليها موضوع العمالة.
وان احنا ممكن يكون في خلال الازمه ان بعض رجال الاعمال او بعض رجال الصناعه او المستثمرين بشكل عام ان يحصل استغناء عن العماله او ما يكونش في حوكمه لوجود العماله عندهم. احنا بصراحه الفتره السابقه يعني انا في خلال 3 شهور من ساعه الازمه الروسيه الاوكرانيه وفي لقائي مع كثير من رجال الاعمال بالعكس هم حرصهم على الاحتفاظ بالعماله، حرصهم على ان هم برضو يبقى في معدل لزياده المرتبات بحيث يتوافق مع ارتفاع الاسعار اللي موجود، زي نفس الوضع اللي حصل خلال ازمه اوكرانيا، وده دايما نهجنا برجال الصناعه الوطنيين ودايما ده اعتيادنا منهم. شكرا. اسمحوا لي في النهايه يعني ان انا اوجه الشكر لحضراتكم جميعا على تواجدكم معانا، وان شاء الله يعني اتمنى هيبقى في يعني تكرار لمثل هذه الفعاليات ان شاء الله كل فتره عشان يبقى في فرصه للتواصل طبعا مع كل وسائل الاعلام اللي يبقى من خلالكم نقدر نوصل رسائل طمانه لوضع مصر سواء للداخل او الخارج باذن الله. وشكرا لحضراتكم، شاكرين.